مرحبا، كيفكم؟ معكم اسعد. مثل ما قلنا الفيديو الماضي، اليوم رح نعمل مع بعضنا كوكتيل البينو كولادا، يلي يعتبر عبارة عن مزج عصير الاناناس مع الروم وكريمة جوز الهند. هدول الثلاث عناصر كانوا معروفين بمنطقة البحر الكاريبي من مئات السنين، مشان هيك ما فينا نقول انه في شخص خلط كوكتيل البينو كولادا. كوكتيل البينو كولادا بصراحة ما كان محقق نجاحات كتير كبيرة لحين ظهور الخلاط الكهربائي، ويلي غير معادلة هذا الكوكتيل وخلى هذا الكوكتيل واحد من أنجح الكوكتيلات على المستوى العالمي. خلونا ما نطول كتير بالفيديو ونعمل كوكتيل بينو كولادا بالطريقة يلي أنا بحب أشرب فيها هذا الكوكتيل، أو بالطريقة السهلة يلي ممكن أي واحد فيكم إنه يعمل فيها هذا الكوكتيل. يلا خلونا نعمل كوكتيل مع بعضنا. هلا بعد ما لبسنا الكفوف وجبنا كل العدة اللي بدنا اياها لخلط كوكتيل بينو كولادا، بحب لكم قبل ما نعمل الكوكتيل انه نحن رح نعمل كوكتيل بينو كولادا بطريقة بديلة، ما رح نعمله بالطريقة الاصلية، لانه الطريقة الاصلية لخلط كوكتيل بينو كولادا هي انه نعمله بالخلاط الكهربائي، بخلاط الكهرباء وبقطع الاناناس. انا فيني اعمل هذا الكوكتيل هلا وارجيكم اياه كيف بدي اعمله بالخلاط الكهرباء، وجيب اناناساية وقصة وزبطها وحط قطع اناناس بقلب الخلاط الكهرباء، وبعدين حط الكوكوس كريم يلي هو كريم جوز الهند وبعدين الروم. بس انا مشانكم، لانه بصراحة رح تكون هاي الطريقة شوي معقدة عليكم اكتر، فبقى حبيت انه اعملكم اياه بطريقة بديلة. تمام، خلونا هلأ نعمله مع بعضنا. اول شي بنعمله هو انه بنحط 60 ملي من الروم بقلب الشيكر. هاي 40 ملي من الروم، وهي 60 ملي. هلأ بنحط 40 ملي من عصير الأناناس. خلوني بس حركة شوي للقنينة. هاي 40 ملي وهي 60 ملي من عصير الأناناس. هلأ بنحط 40 ملي من كريمة جوز الهند. هاي 40 ملي من كريمة جوز الهند، بس بدي خليهم هيك شوي مشان ينزلوا كلهم. نزلوا كلهم، ممتاز. هلأ منعبي الشيكر تبعنا تلج. عندي هيك تلج كبير، رح اكسرهم وحطهم بقلب الشيكر. هاي تلجة تانية. هلأ بعد ما بنكسر التلجات ومنحطهم، منسكر الشيكر تبعنا وبنعمل شيكن تقريبا لمدة 15 ثانية. هلا بعد ما بنعمل شيكن لمدة 15 ثانية، بنجيب الكاسة اللي بدنا نحط فيها الكوكتيل، بنعبيها ثلج مطحون. يفضل انكم تحطوا ثلج مطحون، اذا مو متوفر عندكم فيكم تدقون شوي للثلجات وبعدين تحطوهم بقلب الكاسة. لسه شوي كمان. هلا مرد منحرك الشيكر شوي، نفتحه. مننزل الكوكتيل شوي شوي بقلب الكاسة. طلوشة ليمونة أو شفاطة بيقولوا عنا إخواننا المصرية، ومنزينه لكوكتيل بينو كولادا هيك قطعة كراسي. فيكن تحطوا له كمان قطعة أناناس، بيطلع منظر أحلى، بس أنا والله ما عندي أناناس اليوم بالبيت، فبقى رح نحط له قطعة كراسي. هاي قطعة كراز بنحطها فوق هون على الكوكتيل. حط هذا الشيكر على جنب.
هذا هو كوكتيل البينو كولارا. مثل ما قلت لكم هاي طريقة بديلة فيكن تستخدموها انتو كمان لخلط كوكتيل بينو كولارا. اما اذا انتو بتحبوا تعملوا هذا الكوكتيل بالخلاط الكهرباء فيكن تحطوا تقريبا 100 جرام لل 150 جرام من قطع الاناناس وتزيدوا عليهم باقي المكونات كريم جوزة الهند والروم، بعدين تخلطوهم بالخلاط وبعدين تحطوهم دغري بقلب الكاسة وتزينوهم يا بحبة كراز يا بقطعة اناناس. بتشكر اخر شيء كل واحد فيكن على متابعة الفيديو. كان معكم اسعد، بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي، رح نعمل مع بعضنا كوكتيل الكوبا ليبر. Peace.